شفنا، انا كنت مستحيل نادر مستحيل نادر من حوالي 11 سنه ان انا اخرج شيء لله كل يوم، بس ما حددتش المبلغ. فانا حصلت لي ظروف وما قدرتش ان اوفي بالنادر، يعني ان انا اخرجه كل يوم. طيب خرج والان ايوه الان ظروفك طيبه الحمد لله الحمد لله. خرج بعدد الايام التي فاتتك ولو شيئا قليلا، لانك ما حددت المبلغ. قدر استطاعتي يعني. بس تنوي توزيعها على الايام السابقه. تمام. طب وبعد كده ينفع ان انا اجمع المبلغ كل عام؟ لا لا، خليها كل يوم ما دمت تستطيع ذلك. ان عجزت، بس انا ظروفي ممكن ما تسمحش ان انا كل يوم اخرج وكل حد وكل مبلغ غيرك بسيط. وكل غيرك اوكل غيري. ايوه. طب ينفع ان انا اجمع المبلغ كل سنة وادفعه مقدم؟ يعني ادفعه مقدم ولا لازم كل يوم؟ والله يعني أنا أحب لك توفي بالنذر على الصورة التي نذرتها، وإن كانت هناك أقوال تجوز، لكن إذا صعب عليك صعب عليك وكل غيرك. لكن خطتها على وقت قصير، إن أنت أجمع المبلغ سنويا وأدفعه مقدم، يعني مقدم السنة. قلت لك هناك أقيسة تساعدنا على القول بالجواز، كجواز إخراج الزكاة مقدما. الزكاة أقوى من النذر، وجوز إخراجها مقدما. فنقول لك كذا، لكن أحب أن أخرج بك من حيز الاختلافات. بس ربنا يبارك فيك. وإياك، مع السلامة. الله يسلمك.